إذن تتواصل بطنجة في يومها الثالث الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من موقع العروض منفذة ميديا إن تي في رجاء فضلي. رجاء أهلا بك. أهلا بك لينا، مرحبا. رجاء، طبعا تتنوع الاختصاصات في هذه الأيام المفتوحة للأمن الوطني، وتتنوع معها اهتمامات الزوار والمجالات التي تهمهم، وأكيد أن تنظيم سير العربات يعد واحدة من هذه المجالات لارتباطه بالمعيش اليومي للسكان. رجاء حدثينا باختصار لو سمحتي. طيب لينا، كما قلت جولتنا تتواصل هنا بأيام الأبواب المفتوحة بمدينة طنجة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمواطنون يستمتعون باستكشاف آخر المعدات التي تشتغل بها مختلف الفرق الأمنية. محاور اليوم في برنامج اليوم، هناك موائد مستديرة ستتطرق إلى دور طبيب المديرية العامة للأمن الوطني في الطب الشرعي، وأيضا علاقته طبعا بالطب الشرعي. ثم هناك موضوع مكافحة الجريمة الإلكترونية. اليوم في خلال خلال جولتنا توقفنا عند مصلحة المرور والسلامة الطرقية، وللاطلاع طبعا على آخر المستجدات الموجودة خاصة في مصلحة حوادث السير، وتحضر إلى جانبي ضيفة للتفصيل في هذه المستجدات السيدة خديجة البغوي، وهي ضابط شرطة وتعمل بمصلحة حوادث السير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. للبداية، هناك يعني المعاينين لحوادث السير صاروا يتوفرون على لوحات إلكترونية تسهل طريقة اشتغالهم بشكل أكبر، وتعملون بتطبيق جديد، هل يمكن أن تعرفونا أكثر على هذا التطبيق؟ بطبيعة الحال، في إطار تجويد الخدمات وترشيدها وكذا ترشيد الإدارة الرقمية، تم إنجاز التي يسعى وراء تحقيقها السيد المدير العام للأمن الوطني عبر جميع المصالح الخارجية والمركزية. تم إنجاز مشروع جديد وهو عبارة عن عمل داخلي. ما هذا المشروع؟ هو مشروع بأجل تطبيق لتسجيل محاضر المعاينة والانتقال. يعمل هذا التطبيق بلوحات إلكترونية من الجيل الجديد، يستعملها ضابط الشرطة المكلف بالمعاينة بمكان الحادثة من قبل أخذ جميع المعلومات الضرورية وكذا أخذ القياسات، كذلك الصور والإحداثيات لموقع الحادثة، وكذلك استكمال البحث بمقر المصلحة. طيب، هل هذا التطبيق سيسمح للمعاينين بإنجاز محاضر أكثر دقة من أجل عدم هدر حقوق الأطراف في الحادثة؟ بطبيعة الحال، لأن التطبيق يتوفر على مجموعة من المعلومات، سواء معلومات مخزنة وحقول حرة. هذه المعلومات المخزنة كتجعل تبليجي ضابط شرطة قضائية باش يمر منها من أجل التطرق إلى جميع المعلومات الواجب توافرها بأي محضر معينة، وباحترام الشكلية القانونية اللي كيفرضها المشرع المغربي. وهنا كنحقوا واحد الحماية كبيرة للأطراف، باعتبار أن ضحايا حوادث السير هي فئة متضررة. طيب مثلا، هل هناك صور تؤخذ من خلال هذه اللوحات؟ بطبيعة الحال، اللوحة فيها لوشون ديال أخذ الصور، كذلك أخذ الإحداثيات والجغرافيات وكذلك القياسات، لأن ضابط الشرطة هو مطالب بإحداث محضر الانتقال وكذلك رسم بياني. إذن أشكرك جزيلا على حضورك معنا السيدة خديجة البغوي، ضابط شرطة بمصلحة حوادث السير بيارباط. شكرا على هذه الطريقة. شكرا لكم. شكرا. أعود إليك لنا في استوديوهاتنا في طنجة، وطبعا سألقاكم في نشرات إخبارية لاحقا. موفدة من دي إن تي في رجاء فضلي إلى موقع عروض الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بطنجة، شكرا جزيلا لك ولضيفتك.